بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا في شو 13. تحية طيبة للكابتن محمد عبد الجواد النجم الكروي السعودي وقائد المنتخب السعودي. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا ومساء الخير عبد العزيز، ونمسي على جميع من يتابع هذا البث المباشر شو 13. طيب أبدأ طبعا بالترحيب بجميع مشاهدين اللي انضموا معنا الآن في شو 13. طبعا حلقتنا اليوم وبرنامجنا سيكون برنامج لقطة وتعليق، هي من طبعا من فكرة أحد الأصدقاء في البرنامج. طبعا هذه هي الأهداف اللي إحنا دائما ننشدها، أنه يكون تعاون جميع، واللي يبحث عنه المشاهد إحنا نحاول تلبيته من خلال هذا البرنامج. صراحة أنا لا أعرف في عملية الإنترنت، في لأنه الآن في نقلة جديدة أنه يحول الكلمات من عربي لإنجليزي عن طريق الأرقام برقم 3 و6 و7 و4، فبالنسبة لي صعبة. ولكن هو اسمه مزون، إذا كان الاسم صحيح هو صاحب هذه الفكرة. مزون يمكن هذا. مزون ممكن. يعني هو مازن بعدين يقولوا له مزون. مزون ممكن. عموما نرحب بالجميع في لقطة وتعليق طبعا على حسب ما كان في الأسبوع الماضي من قضايا. طبعا كانت القضية الأبرز هي لقطة اللاعب محمد وسبعان لاعب نادي الاتحاد، واللقطة التي كانت في تلك المباراة. وطبعا أنا أكبر وأشيد باللاعب محمد وسبعان بعد اعتذاره عن تصرفه السابق لما حدث بينه وبين اللاعب نواف العابد. طبعا ليس الشجاعة فقط المكابرة، إنما الشجاعة بقول الحق أو بالاعتراف والاعتذار. طبعا هذا جزء من شيء من الرجال ومن قدرتهم على المواجهة وقت الصعاب. طبعا احنا نشكر كابتن محمد بوسبعان، وفي نفس الوقت طبعا هي قرصة أذن لكل اللاعبين. كابتن، لماذا اخترت هذه القضية أو هذه اللقطة أن نبدأ بها في هذا الأسبوع؟ ما هي الأهداف اللي انتبهت يعني منها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز. طبعا نحن مع الجميع ونساند الجميع ونريد أن نحافظ على الجميع، وأيضا نريد أيضا التواصل مع الجمهور وآراء الجمهور والمتابعين، لأن آراءهم ومتابعتهم صراحة تهمنا كثير. بالنسبة للقطة هذه، هي طبعا عبد العزيز أنت تعرف أنها هي الأبرز في المباريات الماضية، وبما أنها هي الأبرز في المباريات الماضية، أعتقد من حق الجميع أنه يقف عليها، ومن حق الجميع أنه يعطي الرأي فيما شاهده، ومن حق أيضا اللاعب يسمع ما قيل عنه ويسمع ما قيل عليه. ولذلك نحن نركز على هذه الأمور، وطبعا الكلام هذا سوف يكون لجميع اللاعبين. أي لاعب يرتكب خطأ متعمد، تأكدوا يا جماهيرنا الغالية أنه نحن راح نوقف عليها وراح نتحدث عليها، وننتظر التعليق من الجماهير الرياضية اللي بتتابع سواء البرنامج أو حتى تتابع الدوري. طيب، زين السعودي. نبدأ طبعا بالقضية من البداية أو اللقطة من البداية. طبعا نترك للمشاهد لمن ربما لم يتابع هذه اللقطة. طبعا من ميزة البرنامج أنه أنا كابتن لما كنت مع الزميل عبد العزيز القحطاني، إذا لم تخن الذاكرة، في تلك المباراة. نعم. أنكم علقتم على هذه اللقطة مباشرة بعد الهواء، يعني بعد نهاية الصافرة، فهذا جزء من أهداف القناة هي السرعة في عملية النقل، وليس النقل فقط إنما الصدق في عملية النقل هو المطلوب. يعني مو مسألة أنه ننقل وبس وبسرعة وبس، لا، أنه يجب أن تكون كل الأمور الإعلامية المطلوبة موجودة، أنه اللقطة موجودة، الأمور موجودة، يعني الأمور كلها موجودة حتى المشاهد يكون على بينة في أمره فيما يشاهد. أكيد أكيد عبد العزيز، نحن دائما نركز على كل حاجة في الملعب، ومن حق الجمهور علينا وحق المتابعين علينا عبد العزيز انهم هم نحن يعني نوريهم صورة يمكن هم ما شافوها. في بعض الاحيان وكثير من الاحيان يكون الصورة شافوها، لكن التعليق طبعا نحن نحب انه يعني نجد التعليق من الجماهير الرياضية، نشاهد ردة فعل الجميع، حتى الجماهير التي تحب أنديتها. طيب، لابد أن تعلق على مثل هذه. كابتن، احنا الآن نصمت واللقطة تتكلم، وبنكون مع المشاهدين في متابعة هذه اللقطة اللي الآن نتابعها لسقوط اللاعب نواف العابد. يا العابد، يا سلام
عداها حلوة. كوبري من بو سبعان، كوبري من بو سبعان، بو سبعان يعتذر لزميله نواف العابر. برافو بو سبعان، لكن ما شاء الله عليك يا نواف، هذا وانت مريض، هذا وانت فيك الانفلونزا. لا يا ابو سبعان، لا يا ابو سبعان، لا يا ابو سبعان، لا، تصرف غير مقبول ابدا. ليش؟ نواف العابر برافو ابو سبعان، لكن ما شاء الله عليك يا نواف، هذا وانت مريض، هذا وانت فيك الانفلونزا. لا يا ابو سبعان، لا يا ابو سبعان، لا يا ابو سبعان، لا، تصرف غير مقبول ابدا. ليش؟ ليش يا ابو سبعان؟ نعود لكم من جديد ونؤكد بان لقطه ابو سبعان هي ليست الاولى وليست الاخيره، ولكن هي الحدث هذا الأسبوع، هي ليست مسألة انتقاء، حتى لا يأتي البعض ويتحدث بأن المسألة هي مسألة انتقاء لمثل هذه اللقطات. الآن طبعا أول ظهور للاعب بو سبعان كان مع الزميل مصطفى الآغا في برنامج صدى الملاعب، إن لم تكن معلومتي خاطئة. طبعا اللاعب ظهر وتحدث عن ما جرى في ذلك الوقت وعن أسباب ارتكابه لهذا الفعل في تلك المباراة، وتحدث بأن عامل الضغط النفسي لدى اللاعب يدفعه لارتكاب مثل ربما هذه الأخطاء. دعونا نتابع هذا اللقاء الذي جاء مع اللاعب محمد بو سبعان مع زميل مصطفى الآغا. بيكون يعني شو شيمة الرجال مثل ما قال عبد الرحمن محمد، لكن انت لما دعست كنت قاصد صراحة؟ لا والله اخي مصطفى ما كنت قاصد، بس زي ما قلت لك يعني في قرار في ثانية الواحد يتندم عليها اصلا من بعد الكورة. فنجيت اعتذرت حق نواف، قلت له ما كنت قاصد، كنت اتكلم مع نواف في الملعب، كنت اقول له معليش ما كنت قاصد وكذا، لان تعرف قرارات في ثواني تناخذ وبعدين الواحد يندم عليها، ونواف برضو يعرف الشيء هذا لان اللي بيني وبين نواف اكبر من اللي. طب انت لما اعتذرت منه شو قال لك؟ وقال لي لا معليش عارف اللي جوات قلبك ما يحتاج ان شاء الله. خلاص معناته، بس انت العقوبة شو متوقعها؟ والله انا سمعت العقوبة ان فيها 4 مباريات غرامة 10,000، بس ما ادري كان هي العقوبة اللي تثبتت او لا. لسه ما طلعت من لجنة الانضباط، بس انت شو بتقول للجنة الانضباط يا محمد؟ والله شو بقول حق لجنة الانضباط، يعني الواحد يقول انه هذا غلط ولازم ينأخذ حقه زي ما قلت اخوي مصطفى، بس نقول ان شاء الله ان شاء الله انه لو استنى في الموضوع ان شاء الله ما يوصل للشيء هذا، لان اللي بيني وبيني بيننا واقف اكثر من هذا. يعني مثل ما قلت لك انا اكبر فيك انك اعتذرت وعلى الهواء، واعتذرت ايضا من نواف بعد المباراه وهو يشهد على ذلك، فبنقول لك شكرا لك يا محمد، وان شاء الله هذه الاخلاق برغم انه يعني كره قدم هذه بيصير فيها شغلات كثيره، بس يعني لما دعست ومشيت ما بعرف بحاول اني اخفف يعني، لانه شو اللي يعني ليش سويت هيك؟ شو كان براسك بهذيك اللحظه؟ والله تعرف انت شوية يعني لما تلعب مع اصحابك، لما يكون اصحابك تلعب معهم في المنتخب تلعب معهم مباراة حاسمة زي كذا ويكون يتفوق عليك شوية، عارف في غيرة على النادي، في غيرة على الشعار اللي تلعب ضده، لازم تطلع منك حاجات كذا، لانهم اول شيء اخوانك وثاني شيء انه منافسة شريفة، يعني زي ما تقول انت خروج مغلوب. عشان كذا يعني الواحد تلقاه شوي متنرفز انه يشوف اخوانه ويفوزوا عليه في منافسات، يعني حتى مو بس انه فرضية الملعب، حتى برا الملعب تلقى هذه المنافسات، عشان كذا الواحد يزعل شوي. تبارك للهلال؟ نعم تبارك للهلال؟ اكيد. طيب محمد ابو سبعان لاعب نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك، ونسمع رد فعل بيكون يعني شو؟ طبعا كان هذا اللقاء اللي أجراه الإعلامي الزميل مصطفى الآغا مع اللاعب محمد أبو سبعان. طبعا كابتن شاهدنا اعتذار اللاعب وحديثه بأنه يعني نادم على ما فعل، وأنه تأتي في لحظات ربما ضغط وأجواء مباراة بصراحة يعني كبيرة جدا من اللاعب، كبيرة لصالحه وكبيرة لتصرفاته واعتذاره، وبصراحة يشكر يشكر يشكر
اللاعب أبو سبعان على الاعتذار والاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية، وهذا بصراحة هذا ما كنا نتمناه يا عبد العزيز، إنه لاعبينا دائما يتحلوا بالأخلاق الرياضية وبالفروسية عند أي ظروف ممكن تحصل في المباراة. ولذلك أحييك صراحة يا أبو سبعان، وأشد على يدك وأقول لك بيض الله وجهك وما قصرت، وهذا الشيء اللي نحن نتمناه من جميع لاعبينا ومن جميع نجومنا، حتى نحافظ على الجميع، لأنه من المهم جدا أنه نحن نحافظ على زملائنا داخل الملعب وأنه لا يخرج أحد عن إطار الرياضة. طيب كابتن، يعني من الأمثلة الكروية للاعبين العالميين، يعني مو فقط محمد أبو سبعان اللي أجرى مثل هذه التصرفات، لاعبين كبار في عالم كرة القدم، هو ليس أيضا تبرير لمحمد أبو سبعان، وليس يعني إيجاد مخرج، وليس ضغط أيضا اللاعب، إنما هي إيضاح الصورة للجميع أنه هذا الشيء يحدث ويحصل في عالم كرة القدم، ولكن ينبغي أنه لا يكون ولا يتكرر مرة أخرى. طبعا هذه شاهدناها كابتن لمنتخب إنجلترا وتصرف اللاعب واين روني. طبعا نحن شاهدنا، أنا من الناس اللي كنت على هذه المباراة وشاهدتها. كنا مع بعض عبد العزيز، وعملناها مع بعض، اشتغلنا مع بعض، وشفنا الحركة اللي كانت الدقيقة 83 يعني في وقت إنجلترا منتصرة. نعم. يعني شفت الخسارة اللي تسبب فيها اللاعب، انه هو هناك عقوبة من الاتحاد الأوروبي وهناك عقوبة من الاتحاد الإنجليزي، وأيضا اللاعب طلع واعتذر عن الشيء اللي هو عمله في الملعب، لكن العقوبة شوف يعني هنا ما لها أي داعي إنك أنت تركل اللاعب من الخلف، ما لها أي داعي. يعني طب لو حصلت مشكلة في ركبته، ولا يعني اتعور اللاعب، هذا رزقه يعني. هذا رزقه زي ما هو يأخذ رزقه من لعبه، والآخر يأخذ رزقه من لعبه. طيب. فلذلك نحن نريد الجميع أن يقف على الأمور هذه، إن هي طبيعي أنها تحصل في عالم كرة القدم، ولكن لابد أنه اللاعب يعرف أنه هو أخطأ، ولابد اللاعب أنه هو يعتذر، ولابد أنه اللاعب هو أيضا يأخذ عقوبته. طيب كابتن، إحنا بصراحة يعني تكلمنا كثير، جاء وقت اللي من حقهم أن يتكلمون وأن يعبرون عن رأيهم من خلال هذا البرنامج، الجماهير الرياضية اللي دائما يعني تحرجنا بكرمها وبتواصلها الكريم. طبعا كابتن، كانت فيه تحايا كثيرة من الجماهير الرياضية لك شخصيا، وكانت فيه تساؤلات عن عملية النقل التلفزيوني. يعني قبل أن ندخل في مداخلات الجماهير ويعني وتساؤلاتهم، كان في عملية النقل التلفزيوني، هل في فكرة إن شاء الله مستقبلا ستكون في عملية النقل التلفزيوني أم لا، قبل أن نستقبل أول اتصالات؟ عبد العزيز طبعا عشان يعني المشاهد يكون في صوره واضحه، يعني نحن الان في بث يعني تجريبي وانطلاقه جديده لاعلام جديد ولشيء جديد للتواصل مع الجمهور، لترك المجال للجماهير الرياضيه ان هي تتحدث بكل ارتاحيه وبكل بساطه، وهذا نحن دائما نبحث عنه، نترك الفرصه للجميع. طيب. للحديث ناخذ الاتصال الاول. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، هلا وسهلا فيك. مساء عليكم، مساء على اسطوره كبيره ذا جوال. شكرا حبيبي، مساء الخير. ومساء الاخوان في الشارع الثاني، اليوم قاعدين جالسين ننتظركم انتم. تسلم. نعتذر طولنا عليكم كابتن، ولا كنا في الوقت المحدد؟ والله يعني حلو البرنامج، حلو فكرته يعني تتواصل مع العالم الجديد يعني في النت وزي كذا. طيب ابغى اسمع رايك، تعليقك على اللقطه اللي انت شاهدتها. لا قبل ما نسمع رايه، قبل ما نسمع رايك نبغى نعرف انت تشجع اي نادي لو سمحت. سام، انت تشجع اي نادي؟ والله انا هلالي بس احب كذا الانديه يعني. طبعا ممتاز، رائع جدا، تفضل الان نبغى نسمع رايك عن الشيء اللي شفته. والله يعني هذه مشكلة، لما واحد يعني يعصب وسط المباراة بعدين يمسك أعصابه، يعني هذا أفضل لاعب في العالم يعني يشوفه أسطورة زيدان يعني اللي ضيع يعني منتخب فرنسا في النهائي الشهير. حلو.
هي ذيك اللحظة لحظة الغضب يعني لما ضرب. جميل جميل، هذا مثال آخر. لازم يعني واحد يمسك أعصابه عشان تكون قدوة، تلاعب الحين قدوة لكل الجمهور كل الناس. جميل. طيب انت ايش رايك بمحمد بوسبعان كلاعب باداء فني، يعني بعيد عن ما حدث من لقطه اخلاقيه او يعني تصرف ربما غير مقبول من الجميع، كلاعب كامكانيات انت كيف تشوفه؟ والله يعني انا كلاعب شوف يعني اشوف انه لاعب قادم قوه يعني للكره السعوديه. يعني لو مؤخر تعصب يعني شوي اكيد يعني راح يقدم شيء، يعني لاعب شاب وتشوف المركز اللي يشتغل فيه أكيد 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 يعني رايح راح يكون يعني مكان يعني الكرسي دي إن شاء الله. جميل جدا. والله يستعمل إن شاء الله. جميل جدا. طيب أنا أبغى أسألك سؤال، كيف ترى شجاعة اللاعب ورجولة اللاعب، لأنه أنا أعتبرها رجولة، الشجاعة من الرجولة، ورجولة إنه يطلع اللاعب أمام الجميع ويعتذر، فكيف ترى اعتذار اللاعب؟ والله يعني أنا قلت ما راح مستحيل يعني، يعني هذا أنا شفت يعني ناس كبار يعني لعيب غير يعني لعيبة يعني في مثل يعني حسين الغني صار فيها محاكم، يعني في حسين الغني صارت مشاكل أكبر من كده. نعم. يعني وصارت فيها ضرب وصارت فيها شرطة يعني أكثر من لاعب يعني حمد فريدين وروح اعتذر ما اسمه لاعب الاتحاد مشعل. مش على السيد. مش على السيد. أنا ما راح أتضرب نفسه يعني تبدأ المباراة الجاية راح يضرب يعني مثل الانتيف بعد ضرب الانتيف ما أثر قال يعني هو أنا شفت له إقامة تركي عجمة يقول يعني أضربه زيادة يعني لو سمعت مرة يتكلم كذا ما هذا أنت خذوه أنت لاعب كبير يعني أنا استغربت لما شفت سبعية ثلاثة هو صغير. طيب جميل جدا جميل جدا انك انت بصراحة انت هلالي وتتقبل اعتذار اللاعب ابو سبعان، وهذا ليس بغريب ابدا على الروح الرياضية في الشارع السعودي. نشكرك جزيل الشكر ونتمنى ان شاء الله منك المشاركات الجاية ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، مشكور يا الغالي. شكرا شكرا حبيبي. طبعا نشكر صديقنا العزيز اللي تواصل معنا للحديث عن اللقطة اللي تابعها الجميع للاعب محمد بوسبعان. طبعا محمد كابتن محمد يعني جاك ردود كبيرة من الجماهير الرياضية حول إدراج لقطة واين روني، انه كيف يعني تقارنون هذه بهذه، يعني عشان اكون وش جاب الجاب بالبكر الجاب لجاب. أيه. نحن ما نقارن. أنا ترى طرحت لك هذا الموضوع سابقا يا كابتن. لا 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 نحن قلت لك راح تسمع رأي مثل كذا. لا 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 أنا مستعد أسمع أي رأي. لا لأني أعطيك أنا وجهة نظر الشارع يعني. لا 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 أنا مستعد يحب اللاعب وفي عاطفي ولا يحب مثلا عملية المقارنة تجي مثل هذا الشكل. أنا إنسان رياضي وإنسان أتقبل دائما وأبدا أي نقد وأي انتقاد وأي كلام ممكن يجي، لأنه الشارع الرياضي فيه المحب وفيه غير المحب، فيه اللي عنده العاطفة فيه اللي ما عنده العاطفة، فيه يا أخي ممكن اللي يكرهك المطر لها محب ولها كاره. لذلك نحن نقول العملية ما هي مقارنة بين لاعب ولاعب، العملية هي مقارنة بالتصرفات، نفس التصرفات والشيء اللي بيخرج من اللاعب، العصبية والنرفزة اللي بتخرج من اللاعب قد تخرج من لاعب صغير وتخرج من لاعب كبير، قد تخرج من لاعب محلي قد تخرج من لاعب دولي، قد تخرج من لاعب مستوى الفني جيد وقد تخرج من لاعب مستوى الفني رائع جدا. هي المقارنة انه هنا لاعب وهنا لاعب، وأحاسيس اللاعبين مثل بعض في الملعب. كابتن خلينا نستقبل ايضا اتصال آخر من أحد الأصدقاء من السعودية. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. سلام. هلا وسهلا فيك. من وين تكلمنا؟ عليكم السلام. من وين تكلمنا الغالي وممكن تعرفنا باسمك لو تكرمت؟ تكلم السعودي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا معك أبو جاسم من الخبر. أهلا وسهلا أبو جاسم. أهلا وسهلا أبو جاسم. أبو جاسم أنا شايف لك مسج قبل فترة إذا ما خانتني الذاكرة إنك شايف البرنامج وأنت في البر.
إذا أنت أبو جاسم، يعني أنا قاري في تويتر ورجعت له بعد اليوم، هل أنت أبو جاسم نفسه اللي كنت في البر تتابعنا؟ إيه صحيح، أنا اللي كنت أتابعكم وقناة ممتازة صراحة، وأهنيكم على الفكرة وعلى الطرح اللي تطرحونه. كيف البر وكيف أجواء البر؟ والله حلو البر، كان الجو ممتع جدا ومبسطنا هناك اليوم. جميل. أخباركم أنتم كيف؟ الله الكابتن محمد عبد الجواد حبيبي، تسلم يا ابو جاسم، حياك الله، والله فرصه سعيده يا اخي. الله يسعدك، اي والله حبيت اشارككم القناه والفكره، وصراحه يعني حمستونا ودخلتونا اجواء الكوره اكثر يا اخي، احنا قريبين منكم اكثر وممكن راح نتفاعل. هذا من اهم واجباتنا الان من خلال الاعلام الجديد، انه نحن التواصل يكون دائما مباشر ومستمر بدون حواجز، بدون سواتر، بدون أي واحد أنه هو لا يعني ما يكون هناك في فرصة أنه هو يتواصل مع الشارع الرياضي. فلذلك إن شاء الله يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أنه نحن نوفق في إثراء الرياضة والرياضيين من خلال ما نقوم به في هذا البث المباشر. طيب أبو جاسم، أنت الحين كيف تتابعنا؟ عن طريق الآيفون، الآيباد، عن طريق الويب سايت للموقع، وش وسيلة التواصل؟ عشان أنا بالعادة أتابعكم عن طريق الآيفون. طيب. وفي برنامج أنا نزلته وأتابعكم عن طريقه، لكن اليوم فتحت اللابتوب أساس أقدر أكلمكم من السكايب، أساس ما يصير في ضغط. طيب. يعني أكلمك وأشوفك. طيب أبو جاسم، إحنا نبغى تعليقك على اللقطة وأيضا على اعتذار اللاعب محمد بوسبعان لصديقه وزميله وأخوه نواف العبد. والله اللقطة صراحة شيء يعني ما الواحد ما يحب يشوفه في ملاعبنا، مع أنهم هم ما يعني أنا أعرف أن بينهم علاقة حلوة وهم شباب صغار في السن، لكن اللي حصل يعني ما اقدر اقول لك ان احنا نعذر بسبعان الحركه اللي سواها، ولا نكبرها بعد بشكل كبير ابو جاسم، ولا لا؟ كذلك فوز الهلال في المباراه، ولا لا ابو جاسم؟ يعني ابو جاسم ابو جاسم، ولا نكبرها يعني ونحمل اللاعب شيء كبير، خصوصا نعتذر يعني واعترف بالخطا. والله شوف، هي ما تتكبر ولا تنسى، يعني هي تبقى، يعني العقوبة اللي أخذها ثلاث مباريات ممكن كانت لو كانت أكبر شوي، أنا أشوف أنه يعني استحق عقوبة أكبر، خصوصا أنه هو بعد لاعب صغير بالسن ولازم يكون هو عبرة لغيره وهو درس له. يعني أنا أشوف أن ثلاث مباريات ممكن لو كانت ستة أو أكثر، نعم يعني أربعة أو ست مباريات ممكن تكون يعني تنهي المشكلة تماما على أساس ما يكون فيه. طيب. لكن مثل ما قلت لك، فوز الهلال ويعني تأهل للدور اللي بعده واعتذار اللاعب ممكن خفف كثير من حدة المشكلة. ابو جاسم، بس معليش انا يمكن اكون معاك في نقطة والنقطة الاخرى لا. النقطة انه انا مع العقاب ومع الثواب، النقطة الثانية اللي انا ماني معاه انه ايقاف اللاعب ستة مباريات. اذا وقفت اللاعب ستة مباريات هذا معناها انه هو يبتعد عن اجواء المباريات، وهذه مباراة كرة قدم واللاعب يعيش على 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 كرة القدم، يعني وظيفته كرة القدم. فأنا أعتقد أنه إذا كانت العقوبة مثلا ثلاثة مباريات أعتقد أنها كفاية، ولكن لابد أن يكون هناك عقوبة أخرى من نادي أو من لجنة الانضباط، عقوبة مالية، بدل ما هو يتوقف مثلا ستة مباريات لا يتوقف ثلاثة مباريات، ويكون هناك عقوبة مالية حتى لا تعاد مرة أخرى من اللاعب نفسه أو حتى من لاعب آخر. لأنك أنت إذا بعدت اللاعب ستة مباريات صعب جدا، ستة مباريات معناته أنت توقف حوالي تقريبا يعني حدود الشهرين. كم الراتب يعني كم يخصم راح يعني ست مباريات؟ يعني يخصم مبلغ يعني راتب كامل شكله، يعني حتى لو يخصم الراتب كامل حتى لو يخصم الراتب كامل لابد عملية العقاب تكون موجودة، مثل ما هناك موجود أيضا عملية الثواب. إذا اجتهد اللاعب وده جاب بطول اللاعب وده فاز في المباراة مو يأخذ مكافآت؟ نعم. نحن مع اللاعبين، ولكن أيضا نحن مع حماية اللاعبين. لا نريد هذا العنف، لا نريد هذا العنف بأي شكل من الأشكال. لابد أن يكون اللاعب عنده ثقافة الحفاظ على زميله اللاعب، لأنه هي في النهاية كرة قدم. فلذلك أنا أعتقد أنه المكافأة الخصم المالي هو ما يحرق دائما اللاعب.
انك انت تخصم من راتبه وان كان راتبه كله انك تخصم من راتبه هذا 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 يخلي اللاعب طول ما هو في الملعب يفكر لابد انه يكون ملتزم بجميع قوانين كرة القدم بجميع اخلاقيات واللعب ولا لا ابو جاسم كلامك استاذ محمد التجوال كلام صحيح لكن هل تتوقع ان يعني العقوبه تصدر من النادي او من لجنه ام لجنه انضباط يعني لها تاثير اكبر لجنه الانضباط هي العقوبه اللي يعني يحس فيها الشارع الرياضي كله يحس فيها اللعيبه كلهم اما اذا النادي يعاقب هذا شيء ذاتي ما يعني الشارع الرياضي كله ولا يعني المشاهدين اللي شافوا اللقطه هذه ولا يعني يمكن اللعيبه في افريقيا الثانيه يعني نحن نشوف ان العقوبه تكون من اللجنه يعني تكون راضي أكثر من النادي إنه يخصم الراتب أو شيء. أنا هذا رأيي ورأيي يعني أنا أحترمه بالعكس كلامك يعني في محله. حلو جميل جدا ابو جاسم بس انا اقول لك يعني حتى لجنه الانضباط من المفروض ان يكون هناك عقوبه ماليه على هذا التصرف من هذا رايي انا هذا رايي انا لانه في العالم كل العالم اعطيك مثال انجلترا يعني نحن طالبنا على طول بعد المباراه على طول على طول بعد المباراه نحن طالبنا من نادي الاتحاد ان تعاقب اللاعب من اداره نادي الاتحاد ان تعاقب اللاعب فورا بعد المباراه ونحن من يعني أول ناس طلعنا وقلنا اللاعب لابد أن يعاقب من إدارة النادي أولا وينتظر العقوبة من لجنة الانضباط أديك مثال بسيط جدا وهذا كله صحيح نعم فنحن اللاعب روني الواضح أمامنا الآن والعقوبة اللي حصلت منه مدرب الفريق تخيل مدرب الفريق السير أليكس فيرغسون عاقب اللاعب على انه راح سهر مع مراته ومع اهله في ليله راس عيد السنه 250 الف باوند 250 باوند عشان راح سهر في عيد راس السنه فهنا المدرب واداره الفريق واداره الفريق فلذلك اعتقد انه العقوبه الماليه مهمه جدا اكثر من العقوبه الفنية أنك أنت توقف لاعب مثلا ثلاثة مباريات أو ستة مباريات أو عشرة مباريات أو حتى موسم لأنه إذا غاب طب نحن في حاجة مثلا اللاعب نحن في حاجته أنه هو يلعب في المنتخب مو بس في نادي واللاعب أبو سبعان من اللاعبين المميزين اللي كانوا في منتخب الشباب ومنتخب الأولمبي السعودي فعلا هو لاعب مميز هذا ما يعني شيء ما يقدر منك بالعكس مميز من الخير لكن لو رجعنا الحين اخذنا النظره من شكل اخر لو اخذنا النظره من الشارع الرياضي ما راح يوافق على العقوبه سواء انه يبغى يزيدها او يبغى يخففها مثلا نظره الشارع الرياضي قال لو لاعب مثلا اهلاوي يعمل الحركه هذه كم بيتوقف لو لاعب هلالي يعمل الحركه هذه كم بيتوقف فمشكلتنا احنا الشارع الرياضي ما يرضى بشيء يعني صار النادي يشوفون أنه ممكن عقوبة مغلظة والآخرين يقول لك لا لكن زي ما قلت اللي يخفف العقوبة يخفف المشكلة والاتقان إن شاء الله ما تكون يعني حدث الموسم طيب أبو جاسم أبو جاسم فاز وتأهل واللاعب اعتبر هذا خفف كثير وأنا نتمنى هذا إن شاء الله التوفيق ويرجع إن شاء الله يعني إلى مستواه يرجع يكون راكب شوي وهذا يكون درس له يتعلم منه جميل أبو جاسم أنت طرقت النقطة مهمة حديث الشارع الرياضي عن كل حالة تحدث من لاعب في نادي إلى نادي آخر سواء كان في الهلال في النصر في الاتحاد في الأهلي أو في الأندية الأخرى اللي سواء هي في أندية المؤخرة أو اللي ما عندها الدعم اللوجستي القوي يعني خلونا نكون صريحين وواضحين فيما نطرح هل بالفعل أبو جاسم أنتم كجمهور رياضي تنظرون أن العقوبات تتفاوت وتختلف في نوعية اللاعب والنادي اللي يتعرض للعقوبة فعلا بدون شك انا اشوف انه لو كان اللاعب هذا اللي عمل الحركه هذه في مباراه كبيره مثل المباراه هذه من نادي اخر ممكن تصدر عقوبه بشكل اخر ما اتوقع انها راح تكون نفس العقوبه لان عندنا لجنه الانضباط يعني قوانينها مطاطه جدا انا الحاله هذه شفت ما اتذكر هي فقرتين 42 و43 والله ناسي يعني الحق النقطتين تنطبق على نفس الحاله وهم خذوا اخف عقوبه
يعني ما انا ما ما راح اقول لك يعني. طيب هذا كلامك انت ابو جاسم او او لكن حسيت ان قريت الثنتين نعم تنطبق عليهم الحاله تمام. طيب ابو جاسم راحت العقوبه الى فقرة 43 واللاعب هذا انتقل لفقرة 42. طيب أبو جاسم هذا كلامك أنت ولا كلام الجماهير الرياضية السعودية؟ يعني هل في نسبة كبيرة من أصدقائك من زملائك يتكلمون بنفس هذه اللغة أم أنه والله هذا رأي شخصي لك أنت؟ أم هذا الشيء تتداولونه أنتم في مجالسكم الرياضية ولا أمر خاص بينكم؟ طبعا طبعا هذا أنا واحد من المتابعين وأنا أشوف الشيء هذا، هذا رأيي الشخصي، لكن ممكن يكون أنا وأكثر من شخص يعني نفس الفكرة. يعني أنا أشجع نادي الهلال. أنا أتوقع لو عمل الحركة هذه مثلا من رادوي ممكن شطر، ممكن يعني ثاني يوم تسافر. طيب راح رومانيا. طيب في خلينا ابو جاسم رادوي راح، رادوي راح الان. ما تصرف رادوي بمثل هذه التصرفات وحصل على عقوبه من لجنه الانضباط؟ كيف نوع العقوبه اللي حصل عليها؟ مثل هذه ما اتوقع ان رادوي يعمل مثل هذا. رادوي يمكن يعمل اقل من هذه ويعني تصير عليه عقوبه، تصير عليه ايقاف. مثلا بيكارو شفنا ايش سوى، ولا حتى كرت اصفر ولا في شيء. يعني لو نبغى نقارن، احنا مشكلتنا ان احنا نقارن كل حاله لو سووها هنا. انا اخذت حاله ابو سبعان فعلا قلت لك انا ما حبيت اني اقارنها بحالات ثانيه، لكن اشوف حاله ابو سبعان لو كانت عقوبه اكثر. يعني انا اقول لك حتى لجنه الانضباط انا اتوقع لو الهلال خسر المباراه هذه. طيب ابو جاسم في سؤال، في الهلال خسر وطلع من البطوله نعم. كانت حركه المباراه انا اتوقع ان اقل شيء 6 مباريات ممكن توقف. طيب في ابو جاسم في سؤال لك من سوبر ستار يقول كم وقفوا رادوي وكم وقفوا بسبعان؟ والله ما ابغى افتي لك يعني ما اتذكر، لكن رادوي كان تحت المجهر مش من الجماهير ولا مش من الصحافه ولا من الاعلاميين ولا من لجنه الانضباط. يعني رادوي حرب كبيره، ما بقول لك انه هو والله ملاك ونازل، لا هو كان لاعب فعلا خشن، لكن يعني كان عليه تسليط الاضواء اكثر من اللازم. طيب ابو جاسم اضافه اخيره تحب تشاركنا فيها يعني قبل ما نودعك؟ والله احب اشكركم على البرنامج وانا طولت معاكم، لكن احنا نحب اقول لك ان احنا ندعمكم ونتابعكم دائما، واي افكار جديده راح اتواصل معكم على تويتر وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. شكرا للجميع. شكرا جزيلا للمتابع أبو جاسم على تواصله معنا وعلى أطروحاته. طبعا أبو جاسم يعني أعطانا وجهة نظرة، ويمكن في كثير من ال أنا أتمنى أن السوبر ستار يعني بصراحة عنده وجهة نظر قوية جدا، يعني يطرح أفكار جميلة ويطرح رأي جميل، وودنا أنه يشاركنا حتى لو بالصوت يعطينا رأي. يعني الله يعني يقول المفروض بسبعان 6 مباريات، يعني متكلم عن كلام كثير، يقول يعني عن أمور كثيرة. خلونا يعني بعد ناخذ يعني من آراء الجماهير هنا معنا في الشات أو في تويتر. يعني وقفوا 3 مباريات اللي اصلا ما راح يلعب لانه مع المنتخب. هذه نقطة من بصراحة مع كثرة حركة الشات يعني ما تتيح لنا قراءة الاسماء، انه هذه نقطة ايضا عبد العزيز يعني هذا الجمهور ينظر يعني ايوه عشان والله جاي مع الرائد مع التعاون وراح يلعب مع المنتخب فوقفه. لا لا يعني خلينا نكون في هناك حسن نية. خلينا عبد العزيز مثلا خلاص انتهى الماضي، خلينا نعيش الحاضر، لانه الكلام في الماضي نقص في العقل. فخلينا في الحاضر. الحاضر يقول كذا وكذا وكذا، نتابع من اليوم نحن كمثلا بث مباشر الان، نتابع من هذه الحركة وحتى نهاية الموسم، ونتابع ايضا القرارات إن كانت من الأندية نفسها أو إن كانت من لجنة الانضباط، وبعدها نحن نعطي رأينا بكل حيادية وبكل صراحة، وإن كان هناك في علامات استفهام على لجنة الانضباط نتكلم ونطرح. طيب. كابتن أنت ذكرت لي نقطة من خلال حديثنا قبل الهواء أنه هدفك من عرض مثل هذه اللقطات ومستقبلا كل لقطة تظهر
انه اللاعب يعرف ان قدامه جمهور راح يحاسبه. اكيد اكيد، لانه هو بيلعب لمين؟ اللاعب بيلعب لمين عبد العزيز؟ الجمهور. بيلعب الجمهور، والجمهور جاي لمين؟ الجمهور جاي عشان اللاعب، يشوف اللاعب، يشوف فريق طبعا، والفريق مكون من 11 لاعب. فلذلك من احد الاسباب المهمه جدا انه اللاعب لابد ان يعرف انه الجمهور اللي جاي جاي يتفرج عليك، جاي يتفرج عليك، جاي يتفرج عليك وانت تلعب كوره، مو يتفرج مصارعه ولا ضرب ولا خشونه. لو ابغى اتفرج مصارعه اروح مصارعه، لو ابغى اتفرج مثلا رياضه عنيفه اروح اتفرج رياضه عنيفه. لكن كره القدم، جماليه كره القدم هي في اللعب الجميل النظيف. فانا اعتقد انه اللاعب لابد ان يعرف، لابد ان يعرف انه الجماهير اتت لمشاهده اللاعب، اتت لمشاهده اللاعب يلعب كره قدم، وليس الركل وليس الرفس وليس الالفاظ اللي يعني لا ابدا ترتبط بالرياضه. طيب اوضح للمتواصلين معنا سواء هلالي او سوبر ستار عن جدول البث. طبعا كابتن كما اتفقنا انه بيكون بشكل يومين مثلا في الاسبوع، ومع زياده قدر الساعات في هذه اليومين، يعني مثلا تكون في البدايه تكون ساعه، تكون ساعتين الى ثلاث ساعات، ومن ثم نطور ونزيد عدد الايام. هذا ربما عشان يكون الجمهور واضح في عمليه جدوله البث. البرامج كلها، اي برنامج يطرح سواء برنامج لقطه وتعليق، هذا اللي اقترح احد المتابعين اليوم صباحا، يعني هذا البرنامج من فكره المشاهدين احنا طلعنا فيه، او من خلال برنامج شو قالوا اللي يتكلم عن اراء الجمهور وعن تعليقاتهم، كلها من الجماهير. طبعا لمن يتساءل عن سكايب، ترى الان انا عملت كل الاضافات للموجودين في سكايب. باخذ راي احد الاصدقاء المتواصل معنا عبر سكايب، العتيبي ابو العز، كاتب طبعا ابو العز العتيبي كاتب ابو سبعان لابد معاقبته على هذه وعلى حركته مع محمد نور. طبعا هذا تعليق الأخ العتيبي. طبعا اللاعب أخذ عقوبته، وأيضا النادي الجميل أنه أصدر بيان في اللاعب. أول ما كنا نسمع بيانات، كان نسمع تبريرات. جميل جدا أن يصدر بيان، جميل جدا أن يصدر بيان، ولكن من الأجمل أنك أنت تتخذ العقوبة. البيان لا يكفي. أحيي إدارة نادي الاتحاد وأقول بالعكس، جميل جدا أنه يصدر بيان، لكن البيان لا يكفي، لا يكفي. إذا لجنة العقوبات أصدرت عقوبة، فلابد من النادي أنه هو يصدر عقوبة أيضا. طيب، ولأنه بعدين حيترك فرصة لكل لاعب أنه هو يعمل مشكلة في الملعب، وبعدين يقول لك ليه والله زميلي طيب ارتكب نفس الخطأ، أنت ما سويته، أنت ما عقبته. يعني أنت يعني كابتن تطالب لجان أنها لا تتعامل بطريقة سدده وقاربه. يعني شوف أي نادي يخطئ بغض النظر عن اسم اللاعب. أتمنى وأناشد وأطالب كل اللجان أن يكون عندها أمانة في اتخاذ القرار ضد أي مخالفات. المساواة والعدل بين الجميع، بين الجميع، لأنه إذا أنت تبغى تكون أو تبغى رضا الجماهير الرياضية، أنا على يعني أنا متأكد أنه إذا كان المساواة بين الفرق والعدل بين الفرق في اتخاذ القرارات والعقوبات، صدقني الشارع الرياضي السعودي سوف يهدأ. طيب ما زال يعني سوبر ستار والأصدقاء يعني يتواصلون معنا. لمن يتساءل عن سكايب البرنامج، هو show13.tv، هذا السكايب الخاص. صعب انساك عن طريق السكايب. يقول السلام عليكم وهنيكم على البرنامج المميز والأكثر من رائع، وإحنا طبعا نشكرك على تواصلك، ونتمنى إن شاء الله نسمع صوتك وأيضا نسمع رأيك فيما نطرحه من برامج. طبعا سوبر ستار يقول إنه بيان شفهي اللي جاء من نادي الاتحاد، يعني لا يقدم ولا يأخر. ما أقول لك، إحنا قلنا هنا بيان شفهي، لابد أن تكون هناك عقوبة. أوكي اللاعب اعتذر، طبعا يعني لازم النادي يعلن، يقول للجميع تراني بعاقب وتراني عمل عندي لائحة داخلية وأنا يطبق العقوبة. يقول أني في عندي لائحة داخلية وطبقت اللائحة الداخلية، ويفند اللائحة الداخلية أنه كذا 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 كذا. أما أنه البيان لا يكفي، البيان لا يكفي عبد العزيز ولا يافي بالغرض. أنت تترك فرصة للاعبين أنهم هم يرتكبوا أخطاء، وفي حال جات إدارة تانية، في حال جات إدارة تانية وتصدر من أي لاعب آخر
مثلا نفس اللي صدر من اللاعب بوسبعان وعوقب من قبل إدارة النادي حتسبب مشاكل بين اللاعبين. عندنا وسيم صديقنا اللي من كندا يقول مسلسل ضرب رادوي، واحد منهم كان حاضرها أبو عابد في مباراة الهلال والنصر، في عقوبة لائحة داخلية يمكن يعقب على كلامك وقالوها مو شرط إظهارها. طبعا لمن تساءل هنا أبو أسيل تحدث تحليل المباريات أنه يستمتعها مع محمد عبد الجواد، وجست إتش يعني سأل ما راح يكون في تحليل الجولة المقبلة، إن شاء الله راح يكون بعد نهاية كل جولة، يعني نعم حديث نعم عام عن نعم كل النتائج بالله. إلا إذا كانت مثلا في مباراة كبيرة ممكن نأخذها على الهواء مباشرة ونكون متواصلين مع الجميع. حلو تعليقك على وسيم، هو من كندا. وسيم صراحة تذكره طبعا، وسيم ما شاء الله تبارك الله متواصل معنا وصديق دائم إن شاء الله، ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في دراسته، وأنه يكون من المتفوقين، وأنه لا ينسى لما نتخرج عزمنا زي ما وعدنا. طيب قال إن في يعني واحدة من حالات رادوي كنت أنت موجود فيها. واحدة من حالات رادوي ايه. أنا كنت موجود فيها، والله ما أتذكر عبد العزيز، ولكن الجميع لابد أن يتأكد إذا كنت أنا على أي استوديو أو على أي مباراة. فأنا محمد عبد الجواد أقول رأيي بكل صراحة وبكل أمانة، بعيد عن العواطف، بعيد عن الميول، لأنه الاحترام بصراحة اللي أنا أتمناه من الجماهير الرياضية أنهم هم يحترموني لصراحتي مش لميولي، لاحترامي للآخرين مش طيب لحبي جميل واضح كابتن. طبعا هلالي يسأل كيف عملية التواصل معي من خلال تويتر الخاص فيني البكر تي في، من خلال التواصل من خلال هذا الحساب الخاص في تويتر تستطيع أن تتواصل معي مباشرة مع الجميع. أحد السائلين في سكايب يقول هل سيكون هناك بث مباشر؟ طبعا يعني حاليا لأنها حقوق صعب نقل اللقطات مباشرة، وطبعا هذا يجب أن يكون في الحسبان، لأنه في الأخير الإعلام يجب أن يكون مسؤول عما يطرح، لأنه في الأخير فيه حقوق وفيه التزامات خاصة. مرهف الإحساس يقول أخ عبد العزيز يرجو قبول الإضافة. طبعا قبلنا الإضافة وأهلا وسهلا فيك صديق معنا، ونودنا نسمع رأيك، ويقول مبروك عليكم القناة وعساكم على القوة. طبعا الجماهير يطالبون بشيء كثير، والله من حق الجماهير عبد العزيز أنها هي تطالب بالشيء اللي هي تشوفه، لأنه هي تريد، ويمكن بعض الأحيان لا تص يعني الفرص لا تسنح لهم، لكن عبر هذا البث المباشر نحن نترك الفرصة للجميع للمشاركة وإبداء الرأي ويعطينا من عنده، لأنه أنا 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 من المفروض إن أنا ما أتحدث في أي أمور فنية، أنا مفروض إني أنا أسمع من ال إحنا والله بصراحة ننتظر نسمع آراء الجميع عن اللقطة اللي شاهدوها بالنسبة للعنف الزائد. خلونا نتكلمها بشكل عام، العنف الزائد من اللاعبين صغير كبير كان طبعاً. إيش تعليقهم عليها وإيش رأيهم فيها؟ بدأ الكلام كابتن ينحصر ما بين رادوي وبين حسين عبد الغني، وفي هذا الكلام يعني أيضا حتى طرح من عادل التميمي يعني يذكر أن رادوي وحسين عبد الغني يعني أصبحت يعني الآن في فتح ملفات قديمة. والله الملفات القديمة نحن الآن نحن ما نقدر نتحدث في الملفات القديمة، نحن بدينا بث مباشر من قبل 4 أيام تقريبا، فمن قبل 4 أيام وحتى نهاية الموسم سوف نفتح كل ملف يستاهل أن هو ينفتح، فأعتقد يعني كذا. طيب واحد يقول هذه مين ملفات قديمة، واحد من الأصدقاء يكتب لنا مين ملفات قديمة، وسوبر سار يقول ليتك نشوفك في إدارة المنتخب. بصراحة وين ماجد عبد الله، وين محيس الجمعان، وين محمد عبد الجواد؟ هذه بصراحة نبي نخليها في المنتخب السعودي، في الحديث عن المنتخب السعودي اللي فيه إن شاء الله بيكون إن شاء الله في فبراير إن شاء الله للتعليق عن مستوى المنتخب السعودي. كل من سأل ترى الآن سكايب ما في أي أحد ينتظرنا على القبول إضافة، قمنا بإضافة جميع الأخوان والأصدقاء. عبد الله يقول أهنيكم على البداية الناجحة للبرنامج، طبعا نشكرك جزيل الشكر، والنجاح دائما يكون بالتواصل وبتقديم الرأي وبالصوت، لأنه في الأخير ليس فقط محمد عبد الجواد وعبد العزيز البكر هم من يقدمون الرأي، نحن ننتظر الرأي ونسمع صوت الجمهور. طبعا في يقول يا ليت يكون فيه اهتمام بالرياضة العالمية كابتن، ويا ليت تستخدمون مقدمين ومعدين
من الجمهور بدلا من الاعلاميين التقليديين، لان هنالك مواهب عده. عبد العزيز القحطاني يعني هذا واحد منهم، ونحن قلنا عبد العزيز من البدايه اي واحد من الجماهير من المتابعين عنده الامكانيه يتفضل ويعطينا افكاره ويعطينا اللي عنده، وبالعكس مفتوح المجال للجميع انه هو يشارك. البرنامج هذا جاء من فكر واحد من الجماهير، يعني ما هو اللي فكر لنا بالبرنامج، هو يعني قدمه من فكرته، ويمكن انه ارتباطه في الدوام وهالامور. بالضبط. هو حتى ذكر لي انه دوامه يبدا او ينتهي الساعه 10، فما راح يكون معنا، ولكن يعني راح يتابع الاعاده ويعطينا الراي أكيد في برنامج. طبعا الاخ مرهف الاحساس، يعني اتمنى انك تتواصل معنا مباشره في سكايب، بالاتصال الاتصال مفتوح يعني عن طريق سكايب، يعني احنا ما نجري اتصال، اي شخص يحب ان يعبر هو اللي يجري اتصال مباشره حاليا. يعني الاخ مرهف بانتظار اتصالك، لان الاسماء بصراحه كثيره وعمليه البحث بتاخذ وقت طويل حتى اصل اسمك، فإذا كنت تحب تشاركنا طبعا هذا ما شاء الله عليه يعني سريع. مسك الله بالخير أخ مرهف. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ ما تعرفنا على اسمك، يعني غير مرهف الإحساس، إن شاء الله يكون إحساسك مرهف وحياتك إن شاء الله كلها طيبة وعيشة هنية إن شاء الله. طيب نبغى نعرف اسمك ومن وين تكلمنا. تسلم. مرهف لو تسمعنا من سكايب مباشرة أفضل، من سكايب أفضل مباشرة، لأنه راح يكون في رجع للصوت وفي تأخر للسؤال والحوار معك، لو تسمعنا من سكايب مباشرة ترى بيكون أفضل. يعني يا مرهف الإحساس واضح، تفضل أعطينا رأيك. أول شيء أدينا اسمك يا مرهف. ألو نعرف اسمك نعرف اسمك يا مرهف، يعني أي صوتك واضح. أهلا وسهلا. أشكر أستاذ واللاعب الكبير محمد عبد الجواد، هو قدوة للأخلاق الرياضية في الملاعب الرياضية بشكل عام. شكرا حبيبي، شكرا. وإذا كان في التعليق على تناقشوا الآن، فيكفي أنه اعتذار إدارة نادي الاتحاد، اعتذار اللاعب شخصيا لزميله نواف العادل، هذا يدل على إن شاء الله الروح الرياضية راح تبقى مستمرة. جميل. على الأمر على الله، يعني الصوت واضح الحين مو واضح، يعني في كل الأحوال نرجو إن شاء الله أن الروح الرياضية هي تستمر، وأفضل أحضان الله في القناة عساكم معكم إن شاء الله يا رب، وأمم تقدم تقدم. أنا هذه الفجأة فيها اليوم موجودة في صفحات البلد الإلكترونية، لأنها إن شاء الله تخدم الرياضة السعودية في كافة المجالات. إن شاء الله إن شاء الله. بس ما قلت لنا أنت تشجع أي فريق؟ تشجع اي فريق يا اخ احمد؟ طبعا ممكن انه نعتذر للاخ احمد، يمكن عندك مشكله في السماعه الخاصه بالنسبه لك، نتمنى ان شاء الله انك تعاود الاتصال بنا في مرات قادمه. وجهه نظر بصراحه كانت جميله وقيمه من احمد عسيري. اكيد عبد العزيز، وهذا هذا الشيء اللي نحن وعي كبير يعني يملكه هذا الوعي، هذا الوعي اللي نحن ننتظره، ومن المفروض انه نحن يعني نعرف أنه في وعي في الشارع الرياضي السعودي من خلال صديق أبو ريهام. أبو ريهام طبعا، أبو ريهام هذا صديق دائم للبرنامج وفي كل حلقة نسمع صوته. مسيك الله بالخير أبو ريهام. أبو ريهام ربما انقطع الاتصال مع أبو ريهام، إن شاء الله نعاود الاتصال أو يعاود هو الاتصال بنا مرة أخرى. طبعا دائما أبو ريهام في كل برنامج. الأخ عبد الله طبعا هو أرسل لنا قبل قليل تهنئة، مسك الله بالخير أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الأخ محمد، بعرف مرئياته على توقف الآن، يعني هل الهلال ممكن يرجع للمنافسة؟ وفي نفس الوقت يعني هل الأهلي
اعتبر ضمن المركز الأول في الدوري ولا لا؟ وفي النهاية يعني أحب أن أشكركم على المجهود الواضح صراحة وعلى المنبر الحر يعني الذي أول مرة أشوفه في السعودية عموما وفي الخليج، يعني نكون شاهد لايف كده مع الجماهير. شكرا لكم. حياك شكراً الله. جزيلاً بس لا لك. تعال لا تروح لا تروح، ابو عابد يبيك. اي طبعا نحن نبغى نتواصل وناخذ منك وتعطينا عشان نستفيد. انت تشجع ايش اول شيء؟ اول شيء اشكرك على شعورك ولطف مشاعرك يا حبيبي. الو يمكن انقطعت. اقول لك اول شيء اشكرك على مشاعرك اللطيفه تجاهي وتجاه زميلي عبد العزيز وتجاه الشيء اللي نحن بنقوم فيه. والسؤال انت تشجع مين اول حاجه؟ الزعيم. ها؟ الزعيم الهلالي. الزعيم الهلالي، أنت تكلمنا من فين؟ من ينبع البحر. يا سلام. هذا جنبكم بعض. ونعم لي ناس وأصدقاء من زمان، من أول ما بديت ألعب كورة في ينبع البحر، كانوا دائما يعزموني عشان آكل سمك هناك. السمك كيف عندكم هناك؟ بس خلاص إذا أنت من ينبع البحر لا لازم نجيك، لأنه السمك عندكم يقولوا غير. ما يحتاج. والحوت الناشف يقولوا غير. خلاص إن شاء الله بإذن الله، يعني نتمنى لك التوفيق وشكرا على مشاركتك، وإن شاء الله يعني نشوف مشاركات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشكور الغالي. مشكور. شكرا جزيلا لك. طبعا صاحب الفكره موجود معنا مزون، هو صاحب هذه الفكره، ونشكره على تواجده ونرحب فيه والجميع يرحبون فيه بهذه الفكره الجميله اللي طرحها علينا هذا اليوم. هي فكره لقطه وتعليق، وودنا نسمع صوته طالما انه هو صاحب الفكره انه يشاركنا ويعطينا رايه. الاخ عبد الله طبعا قبل قليل اتصل فينا ونعتذر للانقطاع الاتصال معه. صراحه في كثير من التواصلات كابتن من اهلاويين ومن جماهير في انديه ثانيه في الاتحاد، يعني يباركون لك الافتتاح القناة ويشكرونك على هذا الجهد. وطبعا ألف مبروك على القناة. سؤالي هل يسمح القانون بتأجيل الإيقاف لأبو سبعان بعد أن اتضح أن اللاعب سيكون مع المنتخب خلال فترة؟ هل يمكن المشاركة بالصوت؟ حياك الله معنا. طبعا هذا السؤال. لا أكيد طبعا، خلاص العقوبة صدرت عبد العزيز. إذا العقوبة صدرت خلاص من تاريخ إصدار العقوبة حتى انتهاء تاريخ إصدار العقوبة أو حتى تاريخ نهاية العقوبة، فما في ما في ما في عودة. طيب في بالنسبة عودة. عن مشاركتك أهلا وسهلا فيك، نرحب بالجميع. عندنا عبد الله، طبعا عبد الله يهنيك على البرنامج، ذكر هذا الشيء سابق. مرهف الإحساس طبعا شاركنا أيضا. أرجع للتساؤلات، نحتاج موقع القناة ومراسلين من كافة مدن المملكة وعدم الاقتصار على المدن الكبرى. طبعا هذه الفكرة أنا تحدثت فيها كثيرا مع أصدقاء، يعني في أصدقاء تواصلوا معي من الإمارات راح يكونون معنا إن شاء الله كمراسلين، في أصدقاء من جدة من مكة من مناطق في الغربية بالتحديد للمشاركة معنا في البرنامج. احنا نفتح المجال للجميع أنهم يكونون مراسلين، أنهم يقدمون اللي هم حابينه من خلال أي شخص رياضي أنت تعرفه قديم يعني انتهى وترك مجال كرة القدم واعتزل، ممكنك تعمل معاه لقاء ويكون باسمك وبصورتك يعني تسجيل خاص فيك أنت ترسل لنا مباشرة ونحن نعرضه بشكل مباشر. أكيد بصراحة أكيد احنا ودنا بالقديمين وينهم نحن. وينهم؟ وكمان في برنامج شو 13 وينهم؟ نعم. أو فينهم؟ وينهم فينهم فينهم على طريقتك يا كابتن. نتمنى طبعا عبد العزيز شيء جميل جدا هذا التواصل مع الجماهير الرياضيه الحبيبه، ليس فقط في المملكه العربيه السعوديه انما في الخليج العربي وايضا في الدول العربيه. عبد العزيز المجال مفتوح لكل من يريد ان يشارك، لكل من يريد ان يطرح الراي، لكل من يريد ان يهتم بجانب معين او يرسل لنا لقطات او يرسل لنا يعني اشياء ممكن تفيد البث المباشر هذا. طيب. أهلا وسهلا للجميع طبعا. يقولك أبو أصيل إذا كان الاسم صح لأنه يمكن أخطأت فيه سابقا، هل فيه نية لاستضافة لاعبين بالقناة؟ طبعا راح يكون حتى لاعبين من البرازيل
لان محمد عبد الجواد له علاقات كبيره مع اللاعبين البرازيليين. ممكن ان شاء الله الفتره القادمه تشاهدون صوت وصوره ببيتو، الاسماء الكبيره في عالم كره القدم. ان شاء الله كابتن محمد يتواصل معاهم انهم يكونون معنا مباشره حتى نشوف الاخرين كيف يفكرون في عالم كره القدم. لا لا ان شاء الله باذن الله باذن الله عبد العزيز، لانه نحن نبغى نكون بصراحه مميزين في الطرح ومميزين في اداء الماده الاعلاميه الدسمه. مساء الخير ابو ريهام. هلا عبد العزيز، اهلا وسهلا. مساك الله بالنور. مساك بالعافيه. شكلك مريح ومرتاح على تواصلك معنا يعني. والله مرتاح وازعجتكم الظاهر. لا بالعكس، الظاهر ما قاعدين تدرون عليه. لا يا شيخ حرام عليك يا ابو رام، مساك الله بالخير. الكابتن محمد عادي حبيبي، ما شاء الله تبارك الله، من يوم بدي يتكلم صرنا نتابع بشكل مكثف. تسلم والله يا ابو رام يا اخي، بعدين ما اسمع منك يا اخي الكلام هذا. انت تنور، انت تبسطنا، انت تسعدنا، انت اخ عزيز وغالي مثل كل الأخوان والأعزاء اللي يتصلوا فينا وشاركونا، وهذا صراحة يعني نتشرف والله يا أبو رهام. على فكرة أكلمك الآن وأنا روم النادي الأهلي، روم النادي الأهلي السعودي الذي في جمهوره. يا سلام، الروم كله يسمعك الآن يا أبو عاطف. الله يسلمك، تحياتي لكل أهلاوي، تحياتي لكل اللي موجود في الروم، تحياتي وأشواقي وحبي وإخلاصي. واقول لكم انتم يا الاهلاويه صراحه وجماهير الاهلي تاج فوق راس محمد عبد الجواد اينما ذهب. ما احتاج يا اخي. الله يسلمك. طيب ابو ريهام، نبي ناخذ رايك عن العنف في الملاعب في عالم كره القدم، يعني ما نبغى نقتصرها ونخليها حلقه بس عن ابو سبعان، نبغى نتكلم عن العنف في الملاعب في عالم كره القدم. يمكن في لاعبين في نادي الاهلي، انا لا تحضرني اساميهم، اعتزلوا بعد إصابات قوية تعرضوا لها. أبو سيفين إذا كان الاسم صحيح. إيه عبد الرحمن. عبد الرحمن يعني بصراحة واحد من اللاعبين اللي فقدت كرة القدم بسبب الإصابة. تسمع؟ عبد العزيز، في عنف يكون مقصود وفي عنف يكون طبعاً خطأ، يعني زي إصابة أبو سيفين أعتقد إنها كانت خطأ من الكابتن منصف الدوسري غير مقصود يعني. جميل، تفضل. وبعد؟ ففي أنواع يعني، أحياناً لما يجيك يعني أول شيء اللقطة حقت أبو سبعان اللي كانت مع اللي كانت مع العابد. نعم. كل أمانة كانت لقطة يعني بصراحة كل استاء منها، يعني مع إنه إحنا أهلاوية وعبد الأداء، بس إنه برضه كانت مسيئة يعني. كانت اللقطة يعني أثرت على جمالية المباراة وعلى حتى على الذوق العام يعني. اللي خلى الموضوع يعني خلاص يعني إنه العالم نسيوها، أعتقد إنه اعتذار الجميل اللي قدمه أبو سبعان يعني القنوات الفضائية اعتذر. جميل جميل. اللاعب العابد اعتذر، الجمهور السعودي كافه، جمهور الهلال. اعتقد انها كانت يعني نقطة ايجابية من الكابتن ابو سبعان، يعني شاف في مكتمل العمر ويطلع بكل شجاعة ويعتذر. اعتقد انها كانت نقطة تضاف لابو سبعان بصراحة. جميل جدا جميل جدا، وانا صراحة يعني أحيي هذا اللاعب على هذه الشجاعة وعلى هذه الرجولة أنه هو يطلع ويعتذر لزميله ويعتذر للجماهير الرياضية أيضا، لأن الجماهير الرياضية لابد أن تسمع الاعتذار لها من أي لاعب يخطئ في حقها، وهذا طبعا يعني خطأ في حق لاعب زميل وأيضا في حق الجماهير اللي كانت متواجدة ومتواجدة في الملعب أو خلف الشاشات. هذا الشجاعة بصراحة يعني في لعيبة كثيرين تنقصهم الشجاعة هذه، تحصلوا يعني يضرب داخل الملعب أو حتى لو كان ناتج عن حماس زايد داخل الملعب. نعم. ولا يكون الشجاعة أنهم بعد المباراة يطلعون يقولون إحنا نعتذر عن الشيء اللي حصل. فبصراحة كل أمانة مع إنه محمد بن سبعان إحنا كجمهور أهلاوي وأنت عارف التنافس اللي بيننا وبين الاتحاد. نعم. لكن نعم.
بكل امانه الحين هو لا يقول مرضى او مرضى اعتراض الكابتن محمد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله روح رياضيه عاليه جدا والله العظيم اللي انا بسمعه اليوم بصراحه يعني روح رياضية، وهذه هي الروح الرياضية التي نحتاجها في ملاعبنا السعودية وبين جماهيرنا السعودية. أشكركم صراحة كل الشكر بصراحة، اليوم فعلا الواحد شعر أنه هناك في ثقافة جميلة جدا في الشارع الرياضي السعودي، ومن المفروض أنه هذه الثقافة الكل يقف عليها، الكل يعرفها، من الجميل أنه هي تظهر، وهذه فرصة للجميع أنه يشارك ويظهر هذه الثقافة الجميلة. احنا نشكرك صراحة ابو ريهام، ومرة اخرى تحياتي لك ولجميع الاهلاويين وكل الروم اللي موجودين ويسمعوني في الروم الاهلاوي. حبيبي تفضل. قبل ان ننهي الاتصال بس ابو عابد، بما انه في عنف في الملاعب في عنف ايضا خارج الملاعب، يعني نعم. اعتقد اللي تعرض لجمهور النادي الاهلي في مباراة الاتفاق الاخيرة، سواء من مدير الملعب، مدير مكتب رعاية الشباب في جدة، أو سواء من رجال الأمن اللي كانوا موجودين، إحنا ما نسميه عنف ولكن نسميه أبو عابد سوء تعامل، أنظمة ملخبطة، يعني أنظمة. تخيل يا أبو عابد إنه شعار الألتراس حق النادي الأهلي اللي كان يدخل في كل مباراة شخص صماء واقف على البوابة يقول طول ما انا موجود شخصيا على الباب لا يمكن ان يدخل هذا الشعار. طب انا ابغاك بس تفسرها لي يا ابو عابد. طب انا عندنا انظمه معينه، هل الاشياء اللي قاعدين يسوونها الان هي رساله للجمهور لا تحضروا للملعب؟ مايكات منعت، لا لا لا، هي شو الجميله اللي كان يرسمها النادي الاهلي في المدرج، واللي انت واحد من الناس اللي قلت نعم. انا نفسي كنت مع عبد العزيز البكر في مباراه الكاس نعم. او في مباراه الشباب قبل الكاس الملك، كنت تقول انا نفسي انزل من الملعب بس اجري قدام جمهور النادي الاهلي من اللي انا قاعد اشوفه من اللوحه أكيد. الجماليه. اكيد نعم نعم. الان جمهور النادي الاهلي اللوحه الجماليه هذه قاعد يعني كل ما هم يقللون منها اخرها شعار الالتراس في مباراه الاتفاق، ومنع من الدخول بقرار شخصي من شخص واحد ربما مزاجه ما كان رايد ذاك اليوم. شوف شوف اول شيء، اذا كان هذا الشخص يتعامل بهذه الطريقة ويقول طالما أنا موجود طالما أنا موجود ما تدخل الحاجات هذه، فهذا من المفروض أن أول شيء تصوروه 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 وابعثوا لنا صورة عشان نحن نحطها ونوري الجميع أنه بيحصل حاجات، ويشوف المسؤول أنه بيحصل حاجات غير لائقة أبدا بتصرفات مثلا واحد مسؤول واقف على بوابة ملعب ويعامل الجماهير بهذه الطريقه. طبعا مو مقصود بس جماهير نادي الاهلي، كل الجماهير يعني، عشان كل الجماهير طبعا. لأن واحد اسمه نيم يقول يعني مو كل الحديث نبغاه عن الاهلي، لا 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 لا، لا كل الجماهير كل الجماهير. هذه المشكله لا تواجه فقط جماهير نادي الاهلي الان. اسمح لي ابو ريهام، استقام على ملعب الامير عبد الله فيصل في جده، مع انه في الرياض بامكانك تدخل اي شيء تبغاه. في الدمام الأخوان راحوا شعار الألتراس للدمام، يعني بإمكانهم، مع العلم يا عبد العزيز أنه رئيس الرابطة كان يحمل خطاب من إدارة النادي الأهلي أنه جميع من يدخل جميع الأشياء اللي تدخل الملعب كانت تحت مسؤوليتهم. الجميع متضرر، أنا ما أقصد جمهور النادي الأهلي، الجميع متضرر. الجمهور بدأ يتضايق، احنا كجمهور منذ رسالة لكم صدقتوني راح يجي يوم من الايام تلقون مقاعد فاضيه، لان بصراحه محاربه بطريقه عجيبه. طيب ممكن طلب طبعا لك انت ولكل الناس اللي تسمعنا وكل الجماهير اللي تسمعنا، ممكن تصوروا الحاجات هذه ترسلوا لها عشان تصير لقطه اسبوع، لقطه اسبوع. نحن ليش نقول هذا تواصل مباشر؟ نحن لا نسمح وضد كل من هو ضد الرياضة، والجماهير هي أساس الرياضة أو هي أساس كرة القدم. يعني جماهير كرة القدم إذا لم تحضر للملعب فأعتقد ليس هناك أي متعة، فنحن حريصين كل الحرص أنه المشجع يروح ويلاقي التعامل الحسن. لذلك نحن أنا أقول لك أنت وكل من يسمعنا ولكل الجماهير الرياضية عندنا في المملكة العربية السعودية، لجميع الأندية للمرة الثالثة، أنهم هم
يكونوا حريصين كل الحرص انه اذا شافوا واحد يتصرف معاهم تصرف بس مع الزحمه يصوروا خلاص صوروا وارسلوا، لانه نحن حننقلها ونبثها بث مباشر حتى المسؤول يشاهد ما يرى، يشاهد هذا التعامل للجماهير الرياضيه اللي بتضحي من اجل تحضر مباراه كره قدم وتساند فريقها. ابراهيم يعطيك العافيه وشاكر لك جزيل الشكر، تحياتي لي ايضا روم نادي الاهلي وعلى تواصلكم الجميل، وان شاء الله نلتقي على المحبه في لقاءات اخرى قادمه ان شاء الله. طبعا انا ودي ابو عابد انه ارجع بشكل سريع لتساؤلات كثيره من الجماهير الرياضيه علشان ما يكون عمليه كلامهم يمر مرور الكرام. في احد الاخوان اسمه نيم قال ودنا نتكلم عن مباراه استراليا ان شاء الله راح يكون لها تغطية خاصة وحديث خاص إن شاء الله. وسيم يقول إنه في لقطات موجودة في الإنترنت عن معاناة الجماهير للدخول الملعب، كان استفادة منها. إن شاء الله تكون حلقات قادمة في البرنامج. في أحد الأصدقاء أرسل لنا عبر سكايب سؤال يعني كان فكرته جميلة. طبعاً في معنى التواصل، ولكن أعتقد أننا إحنا فقدناه من الجزيرة إذا كان الاسم صحيح أو خطأ. أتمنى لإعادة الاتصال من جديد. بيع الورد طبعا هذا الاتصال من جديد. السلام عليكم. مرحبا، هلا وسهلا فيك، حياك الله. كيف الصوت إن شاء الله؟ لا الصوت تمام حياك الله. طيب أول شيء كان سعيد جدا بلقائي كبار الرياضه السعوديه. احنا لنا الفخر، اهلا وسهلا فيك. تفضل حبيبي، شكرا، الله يسلمك. خلينا نتعرف عليك اول شيء. كيف؟ نتعرف على اسمك عشان ناديك باسمك. محمد، اسم محمد القطاري ابو مشعل. اهلا وسهلا ابو مشعل، حياك الله ابو مشعل. حياك الله، والله انا سعيد جدا ان التقي بكباتن الحقيقه الرياضيين الاعلامي الرياضي استاذ عبد العزيز وكابتن حقيقه تاريخ الكرة السعودية كابتن عبد الجواد محمد عبد الجواد. تسلم. أنا حقيقة بس بس تسمحوا لي أنا عندي حقيقة موضوعين إذا تسمحوا لي. تفضل تفضل بكل فخر. هو بيجري اتصال. تجري اتصال ولا؟ لا عنده موضوع. طيب مو مشكلة. الصوت واضح. أنا طبعا يعني رياضي هلالي ولكن لست متعصب. الحين يعلمني حاجتين، الحاجة الأولانية العلم الرياضي اللي قاعد يصير. أنا أسمع الحقيقة من خلال المواقع الرياضية من خلال البرامج الرياضية عملية أنه إذا شخص أخطأ مثلا من لاعب الاتحاد بعض الإعلاميين الحاليين يتكلموا عن مثلا عن لاعبين. ايوه نسمعك ابو مشعل، تفضل. تفضل كمل. يمكن ابو مشعل الاتصال مع ابو مشعل، نعتذر له ونتمنى انه يعيد الاتصال معنا مره اخرى. شكرا جزيلا لابو مشعل. اتوقع انه كان بيتكلم عن نقطه تعامل الاعلام الرياضي مع مثل هذه اللقطات. هو اتوقع ان هذه الفكره اللي حاب انه يتكلم وكان فيها. يقول انه الاعلام الاتحادي بس يعني انه ممكن يقول ان الاعلام الاتحادي والاعلام الهلالي والاعلام النصراوي انه كل إعلام يتعامل بطريقة خاصة مع كل مثلا لقطة. ما أدري إن كان يقصد إن هو يتعامل بعاطفة مع الحادثة نفسها أو تخفيف مثلا أو تخفيف في المقابل نشاهد تضخيم في المقابل مشاهد. ولا نقصد مثل هذه اللقطة، إحنا نتكلم بشكل عام مثلا لو صارت حادثة بين ناديين مثل داعس أو عملية ضرب. طبعا عاد لنا أبو مشعل للاتصال مرة أخرى عشان هو يذكر فكرته بشكل أفضل. ابو مشعل مساء الخير، هلا وسهلا ابو مشعل. ابو مشعل ما في صوت. اذا كنت تسمعني ابو مشعل. اي انا اسمعك، تسمعني انت؟ اي تفضل. اي تفضل الان. اوكي، طبعا انا حبيت اوضح نقطه، انا لا اتكلم عن الاتحاد عن الاعلام الاتحادي، اسف جدا، لا اتكلم عن الاعلام الرياضي بشكل عام. اللي هو
ايه القضيه انه دائما يعني يحاول يرمي الكره في ملعب الفريق الاخر وانه اللاعب الفلاني كويس. انا اتكلم عن انه هي قضيه يجب ان تحاسب عليها الجميع، لا هي لا يدخل فيها لا الهلال ولا الاتحاد ولا النصر ولا الاهلي ولا اي نادي اخر. الخطا خطا يجب محاسبه الجميع، هذا ما كنت اقصده. لا يثير الاعلام بشكل كبير انه والله تكون فيها عمليات انتمائيه عاطفيه اكثر منها رياضيه. هل وصلت الصوره عندك؟ ايوه واضح واضح تمام. هذه الحقيقه النقطه الاولى، وعندي نقطه ثانيه اذا تسمح لي. تفضل تفضل. اوكي، النقطه الثانيه الحقيقه اللي احنا انها تقليلونها بشكل كبير هو التعصب الرياضي. بامانه يعني اصبح العمليه فيها قلق اكثر منها متعه رياضيه. يعني الجماهير اصبحت يعني ما تستمتع بالرياضه بسبب انه المشجع الرياضي بدا الحقيقه يعني تثيره الاعلام بشكل كبير. ان كان على حسب الرئيس هو الاعلام الرياضي بالذات المنتمين للانديه، الاعلاميين المنتمين للانديه، ما صار حقيقه في هناك متعه رياضيه، صار في هناك كل واحد يبحث عن خطا. يعني بمعنى اصح الشخص اصبح الان يتابع اخطاء اكثر من يتابع المتعه الرياضيه، عشان بعد نهايه المباراه يبدا يذكر الاخطاء اكثر ما يذكر المتعه الرياضيه. يا ليت يكون يعني فيها ان شاء الله يعني قصص الحده ان شاء الله. واحنا جايين نسدد الرياضات من اجل المتعه. يعني انا اقول لك حاجه، في الزملاء الاوروبيه كلكم تعرفون الامر هذا، الناس تستمتع بعد المباراه بجميع الصفقات اللي كل اللاعبين ما فيها والله فريق او فريق اخر، لا حتى لو في اخطاء تحكيميه الجميع يستمتع. يعني الناس تدفع فلوس تذاكر عشان تيجي للمباراة، اللي يجلس في البيت يحرم نفسه من انه يعني ينجز بعض المهام اللي مثلا مطلوبة منه من اجل انه يستمتع. ففي الاخير ايش يصير؟ والله الحق الرياضي حق الرياضي ما لي عارف صراحة. يعني انا اتمنى الحقيقة انه هذا الموضوع هذا يجب ان الحقيقة زادت الحدة بشكل كبير جدا، ما نتمنى الامر هذا يكون بالشكل هذا. نتمنى ان نستمتع بالرياضه، نرتقي برياضتنا، ما يكون فيها انتماءات للانديه، تكون انتماءات بالمتعه الرياضيه بشكل عام. جميل جدا، خليني اسالك ابو مشعل سؤال واحد بس. معايا ابو مشعل؟ اي معك. طيب انت قلت عن التعصب الرياضي وفقدان المتعه الرياضيه الكرويه بسبب التعصب الرياضي. تعتقد في نظرك مين المسؤول عن التعصب الرياضي؟ مين المسؤول عن التعصب الموجود في المدرجات؟ المسؤول عن التعصب؟ كيف؟ اسمح لي اجاوب؟ ايه تفضل، انا اسالك لانه انا ليش نحن فتحنا الاتصالات عشان نسمع اراءكم. ايه الصوت شويه ولكن من المسؤول عن التعصب الرياضي؟ هو نعم. الاعلام الرياضي الرياضي اللي ينتمي لنادي اكثر ما ينتمي الى المتعه الرياضيه. يعني انت ليس مقتنع بالإعلام الرياضي السعودي؟ للأسف أستاذ محمد، للأسف الكثير منهم أصبحوا إعلام أندي وليس إعلام شو نسميها إحنا يعني خلينا نقول صديق إعلام منصف، خلينا نقول إعلام منصف. مثلا في الجوال مثلا الإعلام الرياضي محايد، أنت أهلاوي من جذور أهلاوية ولكنك عندما تتحدث في الإعلام تتحدث بمنطق رياضي مثل كابتن محمد الدمياط مثلا على سبيل المثال، ناس تميل لعنده ولكن تحدث بشكل ما يكون في مثلا انتماء لعنده. طيب طبعا الشيء هذا لابد انه نحن نفتح له نافذه كبيره حتى نتحدث عنه بصورة أوسع، لأنه طبعا نحن الحلقة هذه نحن مخصصينها للعنف الرياضي، لكن نوعدك أبو مشعل أنه نحن نفتح نافذة كبيرة على مثل هذه المواضيع في القريب العاجل. إن شاء الله. شكرا يا أبو مشعل. يا إن شاء الله. شكرا أبو مشعل وشكرا لك تواصل. شكرا لكم وألف ألف مبروك بالقناة وتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لأبو مشعل على كرم أخلاقه وأيضا على طرحه الجميل والواقعي، وإن شاء الله يكون الكثير اللي استفادوا مما طرح. طبعا أعود بشكل سريع لبعض النقاط. في بياع الورد أرسل لي عن طريق سكايف بصراحة اقتراح جميل قبل ما بياع الورد يرسل لنا ورد
والله ان شاء الله بيرسل لي. ويكفي يكفي كلامه ورد كان بصراحه. طيب طرح نقطه بصراحه جميله جدا، قال اللاعب اللي يتعرض لاصابه قويه في عالم كره القدم مثل رباط صليبي او من هذا القبيل، اي كسر في الكاحل، اللاعب الاخر يوقف حتى يعود الاخر لعالم كره القدم عشان تحس انك والله تعمدت بضربه. هذه تحتاج لها دراسه من الفيفا بصراحه، ما تحتاج لها بس فقط دراسه محليه، بس انه تحس، انت تحس لما تضرب وتتعمد وتقولي والله بعدين اسف وين اصرفها اسف، هي وين اصرفها اسف، ما في ما في فين تصرفها. انا ما اقصد فيها انه اشخاص عادي سواء ابو سبعان او اخرين، ولكن يعني اللاعب اللي تضرر وقطعت رجله من عمليه ضرب قويه وعنيفه وواضحه مثلا في الشاشه، مثل ما شفنا توتي، مثل ما شفنا اللاعبين اخرين روني، مثل ما شفنا بالوتيلي غيرهم من اللاعبين، يعني واضح ان اللاعب متعمد عمليه الضرب، ثم يطلع لي والله بوسائل الاعلام والله انا ندمان وانا اسف. لا هي فعلا يبغى لها وقفه عبد العزيز، لكن بلاتر دائما يتكلم يقول انا مع اللاعب وانا ضد العنف وانا اقف ضد مثل هذه المشاهد، مو يحتاج انه مثلا عمليه تواصل مثلا برسال للفيفا، للفيفا بصراحه يتجاوب كثيرا سواء مع جمهور او مع حتى من الشخصيات الرياضيه فعلا، يعني الا يحتاج مثلا الاتحاد السعودي لكره القدم رفع مثلا مرئيات في هذا الجانب، ممكن انه والله اللاعب اللي يتضرر من ناحيه انه يحق للاتحاد المحلي مثلا اصدار عقوبه في هذا الجانب. لا هو عبد العزيز، هو عبد العزيز ترى الاتحاد المحلي له الصلاحيه انه هو يضع قوانين محليه، يضع قوانين محليه والجميع لابد انه يلتزم في هذه القوانين. عبد العزيز من اجل هذا الحديث، من اجل هذه النقاط الحساسة، لابد أنه من يدير هذه اللجان أنه يكون لاعب سابق ويشعر بإحساس اللاعب. طالما ما هو لاعب سابق لن يشعر أبدا بإحساس اللاعب. طيب معنا اتصال هاتفي، طبعا فهد يقول لك الورد مو ببلاش بفلوس. يا أخي نعطيك فلوس ولا طبعاً قبل أن استقبل اتصال في أحد الأصدقاء، يعني تمنى أن يكون خالد شنيف معنا، استغلها فرصة لتقديم العزاء للأخ خالد شنيف في وفاة عمته رحمه الله وتغمد الله روحها وأسكنها فسيح جناته. وإن شاء الله خالد شنيف ترى من الأشخاص اللي دائما متفاعلين معنا، نستقبل اتصال القادم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا عبد العزيز. هلا وسهلا فيك، ممكن نتعرف على اسمك لأن اسمك طالع اس 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 07. كيف حالك يا أبو عابد؟ حياك الله حبيبي، كيف حالك؟ معاك صالح العمري. أهلا وسهلا صالح، أهلا وسهلا فيك، نتشرف فيك، من وين تكلمنا؟ من فين؟ من فين تكلمنا لو تكرمت؟ ومسرور جدا يعني. من الباحة. تفضل. اليوم في غزو أهلاوي الشو 13. حياهم الله جميعا يعني. ما مسرورين بس. والله أبو وجود أبو عامل تسلم حبيبي، الله يسلمك الله يسلمك. بس نبغى ناخذ رايك عن 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 العنف في الملاعب السعوديه وعن ما ظهر من اللاعب ابو سبعان واعتذاره ايضا. واعتذاره ايضا طبعا. طبعا العنف في كره القدم لعبه يعني فيها كمان فيها الاعتذار قبل كل شيء يعني احسن لله، ونتمنى ان يكون يعني مو فقط مثل العقوبه او شيء من هذا القبيل، يكون مقتنع عن الاعتذار. وأكيد طبعا أنه اللاعب لما يعتذر يكون مقتنع بالاعتذار. لا هو طرح نقطه انه يكون مو اعتذار لتفادي عقوبه. اي صح. اتفضل. إذا كنت تسمعني تفضل. كرة القدم لعبة فيها احتكاكات،
الخشونة يعني والعرض الخشونة محتملة، بس الأهم البعد، البعد عن اللعب اللي فيه تعمد الإيذاء الخصم. هذا الشيء اللي المفروض أن يكون في محاربة الأمن الإعلامي والوسط الرياضي كامل. إلا كون الالتحامات فيه التحامات يعني المفروض أن ينتج عنها إصابات قوية، وهي القصد منها بحث عن كورة. كنا نفتكر إصابة ناجي مجرشي لاعب الشباب. نعم نعم. كان دكتور الكابتن رضا سكر وهو من أكثر اللعيبة يعني اللي عندهم يعني الأخلاق الرياضية والأخلاق عالية، مستحيل يكون متعمد يعني يصيب اللاعب. نعم. هذه الإصابة أنا أشوفها ممكن يعني هي أضعف إصابة في الملاعب السعودية. صحيح، لأنها كانت ثلاث كسور، ثلاث كسور تعرضت لها. نعم. وسابقا يعني في لعيبه معروفين يعني كان طيب تحب تضيف لنا نقطة أخيرة، اقتراح تحب تقدمه لنا، موضوع تحب أن نطرحه في الحلقات القادمة في لقطة وتعليق؟ عندك لقطة في بالك أو شيء مريت فيه أنت في عالم كرة القدم في الملاعب السعودية؟ تفضل. واضح كابتن أن الصوت بعيد. تفضل. اللي هو اللعيبة يتعمدون إذا هذا اللعيبة موجودين. اللعيبه اللي ايه موجودين اللي يتعمدوا العنف، اللي يتعمدوا العنف. اوكي. اللاعبين هذول معروفين من زمان يعني، كان الكابتن عبد الله الشريف، الكابتن باسل الرياضي، اللي يتعمدون اذا ما هو شيء جديد. مصطفى دريس لاعب النصر، الرادوي قريبا يعني، بس وقو سبعان حاليا يعني اتمنى انه ما يكون له نجم هذا مع اكثر من حركه يعني كنا وصلنا ابو سبعان في اكثر من مباراه. فاتمنى بس يكون التفاعل على كل الاحداث. جميل. انا اتذكر يا استاذ العزيز يعني خلال برامج سابق يعني كان في رجل ما كنت يكون الزخم هذا الحوار. من يكون الرغبه والتصرف يعني بغض النظر عن لاعب القديم ولا الشراسه. نعم. وجهة نظر حكاية الاقتراحات واللقطات اللي تبغون يعني اتمنى حكاية العوقات اللي يجيبها الجمهور في الملاعب. جميل جميل جميل. راح نتكلم سواء من حكاية السوق السوداء اللي تنظمها شركة فلت. نعم. انا اشوف انها تدير سوق سوداء في البلاد. أنا اللي عارف المباراة الأخيرة يقولون باعوا كل التذاكر عن طريق الإنترنت، يعني ما كان في جزء سودا ولا. أنا في كل المباراة اللي حصلت معه. جميل. طبعاً. لا أبداً. أتكلم لك عن مباراة الإسباب والأهلي. منعوا قالوا نوقع في صيانة لمدة أسبوعين وما نقدر نبيع، والبيع يكون يوم المباراة الساعة 2:00. ونتج عن هذا يعني زحمة كبيرة للجمهور وإرهاقهم من الساعة 2:00 هم في المنطقة، وكان جمهور كبير. وبعد المباراة أعلن الاستاذ انتهت مباراة الشباب والاتحاد اللي حتكون بعد 3 أيام تقريبا، حتكون عن طريق الإنترنت عن طريق الموقع. جميل. أنا أتمنى يعني تعطون الموضوع هذا الحلقة، و أنا بالنسبة لي أعدكم أن يكون في مداخلات مواقف حقيقية. ممتاز. نتشرف. ممتاز. نتشرف. ورأيك ترى على العين والرأس، حتى لو إن كان من جانب الانتقاد إحنا نحترمه ونقدره. تكلم عن نقطة مهمة، نقطة إنه في لاعبين يتعمدون عملية الإيذاء، يعني مو بشيء غريب من عنده، يعني تاريخه يتحدث بهذا الشيء وذكر الأسامي. نحن ضد كل من يتعمد الإيذاء. نحن هنا ضد من يتعمد تشويه الصورة الجميلة لكرة القدم. نحن هنا ضد كل من يقوم بتصرفات غير لائقة أبدا بأي شكل من الأشكال وغير مقبولة لدى الشارع الرياضي ولدى الجماهير الرياضية. اللاعب نحن زي ما نحن نريد الحفاظ على اللاعب، نريد اللاعب أن يعطي، نريد للاعب كل خير، ندافع عن اللاعب، نساند اللاعب، نشجع اللاعب،
أيضا نريد اللاعب أنه هو يلتزم، والالتزام هذا يكون عن الحفاظ على مستواه، ويكون أيضا بالحفاظ على زميله حتى ما نخسر. طيب ما أنا نخسر. صديقنا فيصل طبعا تواصلوا معنا في الافتتاحية. الافتتاحية طبعا طبعا. إذا كنت تذكر كابتن. أهلا وسهلا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام فيصل. الله وبركاته. أهلا وسهلا فيصل. عزيز كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ عساك بخير. والله صوتي بعيد يا أستاذ عزيز. طيب الآن إن شاء الله يكون أفضل. إن شاء الله. شو أخبارك طيب؟ الحمد لله بخير. تفضل. إيش رأيك يعني في العنف في الرياض؟ ما أنت أنا من اللي ضيف لي معك في الموضوع شنو؟ محمد عبد الجواد معنا. اهلا وسهلا استاذ محمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. موضوعنا عن العنف الرياضي، العنف في الملاعب. اها. اول شيء يا استاذ محمد هذا اللي كان فوز الاهلي. فوز الاهلي ولا خسارة الاهلي؟ خروج الاهلي. هذا اللي كان خروج الاهلي. لا ولا يهمك، نحن رياضيين ونتقبل الهزيمة بروح رياضية. والله اشوفه يعني حسب ثقافة اللاعب نفسه يعني، وثقافة النادي وثقافة الإعلام، الإعلام مش يأثر على اللاعب ما يأثر من الكلام. أنا أحس إن الاحتفال برضه في الوسط الرياضي له دور بين النادي، مثلا نادي تبقى مباراة مثلا الاتحاد وفريق في الوسط أو العكس، يعني بيكون بين الأندية الكبار. طيب انت ايش رايك في الحركه اللي قام فيها اللاعب ابو سبعان؟ والله شوف صراحه حركه من حلو. نعم. طيب ايش رايك في الاعتذار اللي قام به اللاعب؟ لو كانت من صبره يعني ممكن يلومه اكثر، فهمت؟ لان اللاعب لسه صغير تعرف، صح انه يلام لكن برضه يعني لسه يبغى يتعلم شيء من هالكلام، واذا قلنا ان شاء الله بعيد عن الموضوع هذا. طيب ايش رايك عن اعتذار اللاعب؟ عليك عن اعتذار اللاعب. والله يا محمد الاعتذار مش شيء الكبار. كيف الاعتذار مش شيء الكبار؟ ممتاز ممتاز جدا ممتاز جميل. يمكن انقطع. تفضل. اقول يعطيكم العافيه وشكرا. والله سمع صوتكم. الله يسلم عزيز محمد. أشد المجهود. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وشاكرين لك مداخلتك معنا، وإن شاء الله نتمنى تواصلك في الأيام القادمة. طبعا فيصل واحد من الأصدقاء اللي دؤوبين على التواصل معنا في كل حلقة نظهر فيها، يكون هو متواجد معنا للحديث عن كل الأحداث. ما أدري فيصل يرجع مرة ثانية يتصل ولا فيصل يمكن هو لكن نسى شيء عندنا. فيصل مساء الخير. فيصل كنت تسمعني؟ ايش اللي صار معك؟ هلا فيصل. فيصل الو. هلا فيصل. بس عندي سؤال. تفضل. ايش رايك في لاعب حيدر الهامد صراحه؟ مين لاعب حيدر الهامد؟ لاعب الاهلي الجديد حيدر، لاعب هجر. والله شوف يعني إمكانياته جيدة، لكن طبعا في هجر يختلف، وفي النادي الأهلي لما تأتي للنادي الأهلي يختلف. النادي الأهلي فيه نجوم كثر، هجر يمكن يكون فيه نجمين. طبعا يختلف من نادي إلى آخر، حتى اللاعبين اللي مثلا يذهبوا إلى الاتحاد ولا الهلال ولا الشباب ولا النصر ولا الاتفاق، اللاعب عندما يكون في نادي صغير يختلف انه هو يذهب الى نادي كبير. فهنا فرصة للاعب انه هو يثبت نفسه، يثبت وجوده، بل بالعكس يعني الذهاب الى نادي كبير يعطيه الفرصة الاكبر انه هو يبرز، ومن خلال هذا النادي انه هو يصل الى المنتخب السعودي ويخدم الكرة السعودية. الله يسلمك. شكرا فيصل. شكرا مشكور فيصل. حياك الله. هذا الجميل كابتن اللي نسى شيء يرجع مره ثانيه يسال. طبعا ما عندهم مشكله. عندنا زياد يقول هذا الابداع منور انت والكابتن محمد عبد الجواد، حتى اصبحنا نتابع تغطيتكم اثناء الانتظار عند الاشاره، قلوبنا معاكم. طبعا كلام جميل، ويعني نحتاج بصراحه الدعم المعنوي. اكيد اكيد نحتاج ايضا تواجدهم معنا ودعمهم معنا. نرجع للاخوان اللي ما شاء الله عليهم
ماخذين امور كثيره في من خلال المحادثه الخاصه بالنسبه للموقع. وصلني يعني تساؤل من احد الاصدقاء عبر سكايب ايضا، كان ايضا نقطه اتمنى التحدث عن تصريحات رؤساء الانديه وعن المغالطات التي تحدث في بيع التذاكر وسوق السوداء. يعني بان نتكلم عن رؤساء الانديه في يعني تصريحاتهم، يعني يطالب ان نحضر تصريحات كذا في حلقه من الحلقات يسمعونها الجمهور، او تصريحات جديده والجمهور يقولون رايهم. نحن ممكن ناخذ اي جانب نتحدث فيه، لكن ايضا نحن يهمنا عبد العزيز انه الشارع الرياضي له رايه. الشارع الرياضي اللي ما يقدر انه هو يصل الى القنوات انه هو يصل طيب الينا. في تساؤلات كثيره عن الاهلي، اللي مثلا عن اعداء النجاح في الاهلي، عن متى يكون محمد عبد الجواد اداري بالاهلي او فني. يعني واضح في الجمهور يطالب انه بتكون يعني حلقه خاصه او قضيه خاصه مثلا عن نادي الاهلي في الايام القادمه. والله عبد العزيز يعني خلينا عن امكانيه عبد الجواد انه هو يشتغل في النادي الاهلي فني اداري او ما شابه. انا في النهايه اهلاوي، انا في النهايه احب الاهلي، اعشق الاهلي، اموت في الاهلي، اموت في جماهير الاهلي. ورغم انه في يوم من الايام في يعني مو الكثير، في ناس، بعض الناس شككوا في حب محمد عبد الجواد لنادي الاهلي، لكن طبعا انا لن انتفت لهذه الامور. في احنا صار لنا كابتن ساعه ونص في برنامج لقطه وتعليق، واستقبلنا الكثير من الاتصالات وايضا كثير من التعليق من الجماهير الرياضيه. احد الاصدقاء يقول لي متى جلسين؟ حتى الجمهور يقول لنا خلاص ملينا منكم. يعني انه يمكن بيروح مشوار بيجيب عشاء ولا بيرجع، فما يبغى يفوت شيء، او يمكن يبغى يرجع يشارك معنا. حياه الله في اي وقت عبد العزيز. طبعا الدعوه مفتوحه للجميع، والجميع له الحق انه هو يشارك معنا ويدلي برايه. طبعا في يعني في اسئله عن الاهلي، انه يقول لا ترمي كل شيء على خالد بن عبد الله. طبعا انا أود أن نجمع كل حديث مثلا سواء عن الأهلي أو عن النصر، نجيب لنا مثلا شخصية نصراوية ونجيب شخصية هلالية، ويكون الحديث بشكل خاص عن النادي. كابتن محمد ما عنده مشكلة أن يتكلم مثلا عن ما يحدث في النادي الأهلي أو ما يمر به النادي الأهلي في الفترة الحالية، ولكن حديثنا الآن هو في برنامج لقطة وتعليق عن لقطة العنف اللي في الملاعب الكروية. سمعنا آراء جميلة بصراحة من خلال تواصل الجميع. مشجع أهلاوي الشمعة تحترق يقول، طبعا هذا اسمه، نحن سعداء بكم وبما تقدمونه، ومسي عليك وعلى الكابتن محمد عبد الجواد، مساءك سعيد إن شاء الله. وطبعا في أحد التساؤلات يليت يكون نواف التمياط موجود إن شاء الله، أبو بندر إن شاء الله مو غريب عليه، وأبو بندر دائما ترى الصراحة يلبي جميع الدعوات. وإن شاء الله يعني كمان محيسن الجمعان يكون متواجد معنا. نعم إن شاء الله. وكل النجوم اللي نحن في تواصل بيننا إن شاء الله أنهم يكونوا ضيوف عندنا إن شاء الله في يوم من الأيام. طيب كابتن، أتمنى أن إن شاء الله نكون وفينا جميع التساؤلات سواء عن طريق سكايب أو عن طريق تويتر الخاص بالبرنامج أو حتى عن طريق الشات الخاص بالبرنامج. يعني وصلنا تقريبا يمكن للجزء الأخير من البرنامج. ايش انت تحب تقوله كابتن في ختام هذه الحلقه الخاصه عن العنف الرياضي، عشان نختزله ونعطي للمشاهد يعني الخلاصه الاخيره من خلال طرحهم هم، يعني من افواههم هم احنا ناخذ الخلاصه. يعني الخلاصه انه اتضح لي عبد العزيز انه هناك وعي رياضي كبير جدا في الشارع الرياضي السعودي، هناك ثقافه صراحه عاليه جدا في الشارع السعودي الرياضي، ولكن هذا الوعي وهذه الثقافة تحتاج إلى من يفجرها. الآن الفرصة موجودة للجميع أنه هو يتحدث عن الثقافة الموجودة الحقيقية وليست المزيفة التي تخدم مصالح آخرين. نحن نتحدث عن مصلحة كبيرة ومهمة جدا، اللي هي مصلحة الكرة السعودية، يعني مصلحة الوطن الغالي ممثلة في كرة القدم. الفرصة متاحة للجميع، ونشكر كل من تواصل معنا وأعطانا رأيه، ونحن في انتظار اقتراحاتهم وآرائهم
عن طريق الموقع أو حتى عن طريق طيب الرسائل. طبعا جتنا مرة أخرى سؤال من جاست اتش يعني عن مواعيد البث. طبعا احنا ذكرنا أنه راح تكون بعد نهاية كل جولة حديث خاص عن أحداث هذه الجولة. إذا كان مثلا في قضية معينة في حدث معين راح يكون مثلا طارئ في وسط الأسبوع، طبعا لارتباطاتنا مثلا في استوديوهات خاصة مع في عملنا الخاص، فنحاول أن نكون متواجدين في كل الأطراف مع زيادة الطاقم إن شاء الله من المذيعين. انضم معنا عبد العزيز القحطاني كأحد الوجوه الشابة، وإن شاء الله في الفترة القادمة يكون معنا وجهة أكثر ستساند القناة من خلال عملية التقديم والمشاركة وحتى كمراسلين متواجدين معنا إن شاء الله. أيضا طبعا في سؤال من أبو نواف، أنا كأني بقرأ هنا، يقول يا ليت تسأل محمد عبد الجواد عن أطول فترة غياب له في الملاعب وقت ما كان لاعب، 8 شهور. كيف حسيت فيها؟ كيف 8 شهور هذه؟ طقيت قهر، والله طقيت قهر. وين كانت الإصابة؟ الإصابة هي عمليتين في ركبتي اليسار، طبعا شلت الغضاريف منها وكانت مؤلمة، كانت مؤلمة بمعنى الكلمة عبد العزيز، لا تتخيل الألم اللي كنت أشعر فيه. الإصابة تعرضت فيها في مباراة؟ الإصابة أي مباراة؟ والله شوف ما أتذكر المباراة تحديدا، إنما إصابة كانت قوية جدا. متعمدة من اللاعب؟ لا ما هي متعمدة. وش كنت تتمنى القرار اللي تاخذونه في اللاعب اللي أصابك؟ ما كنت أتمنى، لأنه ما كانت متعمدة. إيه ما كانت متعمدة حقيقة، ما كانت متعمدة، لكن إصابة كانت قوية. دفعت الثمن غالي، دفعت الثمن غالي إني غبت عن الملاعب 8 أشهر. حسيت بألم ومرارة ألم ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. جميل. إن كان ألم يعني أنا أحسه من خلال الإصابة أو ألم ابتعاد عن ممارسة كرة القدم. هذا طبعا أنت مع العلم إنه نحن ما كان وقت في احتراف، عشا برد هذا واحد. أيه. والجماهير يبغون يتعشون، يبغون يتجهزون لليوم القادم إن شاء الله. عندنا أظن اسمه حكيم يقول لو تشتركون بسرعة نت أفضل إن شاء الله، قطر سيكون فيها الفترة القادمة الألياف الضوئية، يعني بتصير أسرع مما تشاهدونه الفترة الحالية. أنا شاكر جزيل الشكر لكل من تواصل معنا في البرنامج. كابتن محمد الجواد صدر رحب لجميع الانتقادات لجميع الآراء، حتى أنا شخصيا صدور رحبة لآرائكم وانتقاداتكم. هذا البرنامج كان من رأيكم أنتم ومن تقديمكم، عشان يشوفون الناس العلاقة اللي بيني وبينك، العلاقة كبيرة إن شاء الله كابتن. وأنت أنا أتشرف بصراحة أني أعرف قائد المنتخب السعودي وقائد الأخلاق، ويكفي وجودك معنا يا كابتن. يعني ما ودنا نليس ونطبل على قولتك على الهواء، بس احنا عشان ان شاء الله برد، ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تصبحون على خير وعشاء هنيئ. الجميع مدعو للعشاء عشان لا يقولوا والله ما ناس بخيلين هذول ما يعزمون. حياكم الله وشكرا جزيلا لكل من عبد العزيز جاب لي بيتزا ها. عشان لا والله هو يحب البيتزا فجبنا له بيتزا. مشكورين، نلقاكم على خير، تصبحون على خير ان شاء الله. حبيبي عبد العزيز، الى اللقاء.